مساء الخير يا شباب، معاكم زميلكم فيليمون ماهر من الفرقة التالتة، وإن شاء الله النهاردة هشرح سيكشن الستريتشنج لللور اكستريميتي. طيب هنتكلم في ايه في الستريتشنج لللور اكستريميتي؟ هنتكلم عن منطقة الهيب جوينت، الني جوينت، وآخر حاجة هي الانكل اند فوت. طيب ايه الموشن او الحركات اللي هنعملها؟ هي الهيب فليكشن وذ ني فليكشن، هيب فليكشن وذ ني اكستنشن، هيب اكستنشن وذ ني اكستنشن، هيب اكستنشن مع الني فليكشن. وما تلخبطش نفسك بالحاجات دي، واحده واحده هنعرفها كلها. هناخد الهيب ابدكشن، هناخد الهيب ادكشن، الهيب اكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن. بالنسبه للني هو ملهاش غير الفليكشن والاكستنشن، وهناخد كمان الاند رينج للاكستنشن، لان احنا بنتعامل مع الاكستنشن ده ان احنا واحد جاي مش عارف يعمل اكستنشن، فبنحاول نوصل اكتر حاجه. والاند رينج اكستنشن دي بتبقى حاجه تانية، اللي هو بيجيب اخر الاكستنشن. تمام. طيب بالنسبه للانكل والفوت، هناخد الدورس فليكشن، وهناخد الدورس فليكشن مع الني فليكسد، هناخد البلانتر فليكشن، هناخد الانفرجن والاي فيرجن، وفي الاخر هناخد التو فليكشن اند اكستنشن. طيب في البدايه بس عايزين نبقى عارفين، لما نيجي نتكلم عن الهيب، البلفس نفسه ماست بي ستابلايزد، لازم نثبت البلفس لما نيجي نشتغل. طيب لو ما تثبتش ايه اللي هيحصل؟ الستريتش فورس دي هتتنقل لللمبر سباين، فبالتالي هيكون عندي كومبنساتوري موشن. مش الهيب هو اللي يتحرك، لا، ده اللمبر هو اللي ممكن يتحرك، فلازم نثبت البلفس. طب بالنسبه للني، الني الفلكسبيليتي اوف الهامسترنج والريكتس فيموريس لازم نقيمهم الاول قبل ما نشتغل. تمام، لازم نشتغل الاول على الهامسترنج ونشتغل على الريكتس فيموريس قبل ما نشتغل على الني، لان الهامسترنج والريكتس فيموريس بيشتغلوا اصلا مع الهيب. الريكتس فيمورس بتعمل فليكشن في الهيب، والهامسترنج بتعمل اكستنشن للهيب، فلازم نعمل لهم اكزامينيشن وايفالويشن قبل ما نشتغل على منطقه الني. طيب بالنسبه للانكل والفوت، الانكل والفوت هي كومبلكس شويه، فيها مالتيبل جوينت، فهنتعامل معاها از مالتي جوينت ماسلز، يعني تعمل على المسل كانها بتشتغل على كذا جوينت، مالتي جوينت. تمام. طيب في الامتحان هتلاقيه بيقول لك ابلاي ستريتشنج to increase كذا، to increase flexion، to increase extension. طيب ممكن يجي نفس السؤال بصيغة تانية، apply stretch to نقط muscle. طيب ازاي اجاوب على السؤال ده وازاي اجاوب على السؤال ده؟ لو قال لك increase motion وقال لك motion معينة، هتروح للسيم direction. قال لك increase flexion تعمل flexion، قال لك increase dorsiflexion تروح تعمل dorsiflexion. لكن لو قال لك stretch نقط muscle، تروح في opposite action. يعني لو قال لك استريتش الاليسوس، فالاليسوس بتعمل ايه؟ الاليسوس بتعمل فليكشن في الهيب، فانا اروح ناحيه الاكستنشن، اودي الرجل ناحيه الاكستنشن عشان استريتش الاليسوس. تمام. طيب فنستفيد بقى ان الدايركشن اوف موشن استريتش ذا انتاجونست مسل، بس هو ده اللي احنا هنمشي عليه طول السكشن. طيب اول مثلا سؤال، apply stretching exercise to increase the flexion of hip with knee flexed. اول حاجة ايه المسلز اللي بتعمل flexion في الهيب، او معنى اصح يعني ايه المسلز اللي لما نعمل flexion في الهيب هي هيحصلها stretch، ان احنا بنقول الانتاجونست. تمام. فلما نروح في الفليكشن، الانتاجونست مسل هما الجلوتيس ماكسيمس والهامسترنج، دول اللي هنعمل لهم ستريتشنج. طيب قال لك هنا ني فليكسد، ني فليكسد يبقى كده احنا كنسلنا مين؟ كنسلنا الهامسترنج، لان احنا لما الني تبقى فليكسد فكده الهامسترنج مش مشدوده. تمام، لان هي بتعمل فليكشن في الني، الهامسترنج نفسها شغاله بتعمل فليكشن في الني، فهي شغاله مش ستريتشد، لكن الاستريتشد هي الجلوتيس ماكسيمس. طيب هنعمل استريتش بقى في الحته دي ازاي؟ بالطريقه دي، هنعمل استابلايزيشن للاوبوزيت لور اكستريميتي، وهنضم او هنعمل فليكشن في الهيب والني سيميليتنس. تمام، او مع بعض معنى اصح يعني، ماشي، علشان نستريتش الجلوتياس ماكسيمس. طيب سؤال تاني، انكريز الفليكشن اوف هيب برضو بنفس العضلتين، احنا عندنا الفليكشن اوف هيب لكن المره دي مع الني اكستندد، فالني اكستندد فاحنا كده بنعمل استريتشنج للهامسترنج. طيب نعمل ازاي استريتشنج للهامسترنج؟ بالطريقه دي، هنفرد الليمب خالص ونبتدي نرفعها لفوق، برضو نثبت الاوبوزيت اكستريميتي، ونبتدي نعمل جراسبنج من الانتيريور اسبيكت اوف الساي،
ونعمل من الديستال تيبيا، تمام؟ نعمل كده علشان نحافظ على الني اكستندد، وبعد كده نبتدي نرفع لفوق في اتجاه فليكشن اوف الهيب، تمام؟ طيب في الترناتيف بوزيشن، في الترناتيف بوزيشن اللي هو البوزيشن ده السيرابست نفسه بيعمل نيلينج، وبرده نفس الكلام من الانتيرير اسبكت اوف ساي يعمل جراسبنج، ومن الديستال تيبيا يعمل جراسبنج ويبتدي يرفع في اتجاه الفليكشن. طيب سؤال تاني، ابلاي ستريتشنج اكسرسايز تو اليوسوس ماسل. طيب ايه الاليوسوس؟ دي الاليوسوس بتعمل ايه؟ بتعمل هيب فليكشن، فبالتالي هنعمل ستريتشنج انكريز الهيب اكستنشن، فاحنا هنروح ناحيه الهيب اكستنشن، تمام؟ زي ما اتفقنا، خلاص تمام ماشي. بنعمل هيب اكستنشن، طب نعملها ازاي؟ من برون ولا سوباين؟ قال لك ممكن من الاثنين، قال لك من السوباين بس بشرط ان كلوز ذا ايدج اوف تريتمنت تيبل، تمام؟ علشان تعرف تعمل اكستنشن. طيب الرجل اللي فوق دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي فيكس البلفس، احنا اتفقنا ان البلفس لازم يكون ستابلايزد، متثبت تماما، ماشي؟ فالبيشنت نفسه هيمسك رجله او يمسك الني فليكسد في الاوبوزيت ني، هيمسكها فليكسد علشان يستابلايز البلفس. واحنا الناحيه الثانيه كسيرابست هتدي بريجر او سلايد بريجر عند الديستال ساي علشان تعمل اكستنشن في الهيب، تمام؟ فتعمل ستريتشنج للاليوسوس، بس خلي بالك الني لازم تبقى اكستندد، ما تعملش فيها فليكشن، تمام؟ يعني سيبها كده براحتها، لا تعمل لها فليكشن جامد ولا تعملها اكستنشن جامد، يعني خليها كده على راحتها، ماشي؟ ليه؟ هقول لك كمان شويه. طيب احنا دي من السوباين بوزيشن، هل ليها من البرون بوزيشن؟ ايوه ليها من البرون بوزيشن. هتعمل زي ما اتفقنا الني تبقى مش فليكسد، لا تبقى اكستندد شويه، وتعمل ستابلايزيشن بايدك على البلفس، لان انت خلاص البيشنت ساب ايده، هو كده احنا في برون، تمام؟ بس وتبتدي تعمل الاتجاه الاكستنشن اللي انت رايح له، تعمل ستريتشنج للاليوسوس. طيب ليه بقى قلت لك تخلي الني اكستندد؟ لان احنا دلوقتي لو اشتغلنا على الريكتس فيموريس، الريكتس فيموريس اهي، تمام؟ الريكتس فيموريس ماشي على الهيب جوينت وماشي على الني جوينت، بتعمل ايه في الهيب؟ بتعمل فليكشن، وفي الني؟ في الني بتعمل اكستنشن. طيب لو احنا بقى عايزين نستريتش الريكتس فيموريس، يبقى هنوديها في اتجاه الهيب اكستنشن والني فليكشن، نفس الاكسرسايز اللي فات، بس المره دي عملنا ني فليكشن، عشان كده قلت لك في الاليوسوس الني بتبقى اكستندد، لكن في الريكتس فيموريس الني بتبقى فليكسد علشان تتشد تماما، لان الريكتس فيموريس من الدبل جوينتد ماسل، تمام؟ طيب هتبقى ازاي؟ هتبقى من البوزيشن ده، هو شبه البوزيشن اللي فات بالظبط، مع زيادة ان انت بتعمل بتمسك بتخلي برضو الهيب في الاكستنشن عادي جدا، وبتمسك الديستال تيبيا تبتدي تعمل للني فليكشن. طيب ماشي، السؤال اللي بعد، apply stretching exercise to increase abduction of the hip. طيب انت عايز تعمل abduction، فهتستريتش ايه؟ الادكتورز. طيب ماشي. طيب لما الدكتور مثلا لما يسألك ايه هما الادكتورز، مش موجودين عندك في الكتاب بس انت المفروض تكون عارفهم، الادكتورز زي الادكتور لونجس، الادكتور بريفس، الادكتور ماجنس، والجراسيلس، كل دول بيعملوا ادكشن للهب. فانا لما اجي ازود الابدكشن فاعمل استريتشنج للادكتورز، تمام؟ فانا كده دول اللي انا هعملهم استريتش ازاي؟ البيشنت سوباين عادي جدا، بايد هثبت الاذر اكستريميتي، هثبته عشان ما يتحركش، او ممكن احطه في سلايت ابدكشن، ابعده شويه، وابتدي بالايد الثانيه امسك البوستيريور اسبيكت اوف الديستال ساي، وريح اللور ليج على الفور ارم بتاعي بالشكل اللي موجود في الصوره ده بالظبط، يعني الصور دي بتوضح كل حاجه بالملي، تمام؟ وابتدي اخده في اتجاه الابدكشن علشان اعمل ستريتشنج للادكتورز، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد، ابلاي ستريتشنج اكسرسايز تو تنسور فاشيا لاتا والاليوتيبيال باند ماسل. طيب فين بقى التنسور فاشيا لاتا والاليوتيبيال باند ماسل؟ موجوده في الناحيه دي. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن، فبتعمل ادكشن، فانا هروح ناحيه ايه؟
انا هروح ناحيه الابدكشن، هي بتعمل ابدكشن فانا هروح ناحيه الادكشن، تمام؟ فانا هعمل ادكشن عشان استريتش المسل دي. طيب اعمل ادكشن بقى ازاي؟ انا يمو في البوزيشن ده وركز في كل حاجه في البوزيشن ده، ماشي؟ اول حاجه الاوبوزيت ني فليكسد. لو الدكتور سالك ليه فليكسد، ليه عملناها فليكسد؟ عشان تستابلايز البيشنت، البيشنت يبقى نايم مش ما يقعش كده او كده، لا في حاجه مزوده البيز اوف سبورت فعامله له ستابلايزيشن، تمام؟ طيب ايه تاني؟ انت مثبت ايدك على الهيب من هنا عشان برضو تثبت البلفس، تمام؟ احنا لسه شغالين، خلي بالك، على الهيب جوينت فلازم نثبت البلفس. طيب ايه تاني بقى؟ هندي بريجر من الناحيه دي علشان نسترتش التنسور فاشيلاتا والاليوتيبيال باند. طيب السؤال اللي بعده، ابلاي ستريتشنج اكسرسايز تو انترنال روتيتورز ماسل. طيب ايه الانترنال روتيتورز ماسل؟ انا ما اعرفش ايه الانترنال روتيتورز ماسل، بس عارف ان هما بيعملوا انترنال روتيشن، حاجه بديهيه. فانترنال روتيشن فمعنى كده ان انا هعمل انكريز الاكسترنال روتيشن من غير ما اعرف اصلا ايه الماسلز، انا جالي سؤال ومش فاكر ايه الماسلز، بس فاكر ان هما بيعملوا انترنال روتيشن، فروحنا انا ناحيه الاكسترنال روتيشن. اروح ناحيه الاكسترنال روتيشن ازاي؟ بالبوزيشن ده لازم اكون مثبت البلفس وعامل جراسبنج للديستال تيبيا، ماشي؟ وابتدي اروح في الاتجاه ده، اتجاه الاكسترنال روتيشن. خلي بالك ان ده الاكسترنال روتيشن، انا كده بزود الاكسترنال روتيشن، تمام؟ طيب لو الدكتور بقى سالك ايه هما الانترنال روتيتورز، الانترنال روتيتورز هما الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيمس والتنسور فاشيلاتا والادكتور لونجس والادكتور بريفيس والبكتيناز، قول له اي واحده او اي اتنين من دول وخلاص. طيب اللي بعده بقى اكسرسايز تو ستريتش الاكسترنال روتيتورز ماسل، برضو الاكسترنال روتيتورز بيعملوا اكسترنال روتيشن، فانا بالتالي هروح ناحيه انترنال روتيشن، تمام؟ نفس البوزيشن بالظبط، برضو بعمل ستابلايزيشن للهيب، برضو ماسك الديستال تيبيا، بس المره دي هروح العكس الناحيه الثانيه ناحيه ايه الانترنال روتيشن، تمام؟ تمام. ايه برضو الاكسترنال روتيتورز اللي شغالين؟ في عندك بالنسبه للاكسترنال روتيتورز بايريفورمس سوبيريور وانفيريور جيميلاي اوبتيوريتور انترنس واكسترنس والكوادريتس فيمروس ومعاهم السارتوريس. طيب يبقى خلصنا الهيب جوينت ونبتدي نخش على الني جوينت. طيب السؤال بيقول apply stretching exercise to increase the knee flexion. طيب knee flexion يعني احنا كده هنروح ناحية الفليكشن، هنسترتش ايه؟ هنسترتش knee extensors زي ايه؟ زي الكوادريسبس مصل، هي اللي بتعمل knee extension، فاحنا عشان نزود knee flexion هنعمل stretch للكوادريسبس مصل. هنعملها ازاي؟ هنحط البيشن بالبوزيشن ده، طبعا هاند ستابلايزنج البلفس، والهاند الثانيه عامله جراسب للديستال ساي للديستال تيبيا سوري، وفي تاول ملفوفه تحت البلفس ليه؟ علشان او تحت الانتيريور اسبكت اوف ساي تو بريفنت الكومبريشن اوف باتيلا اجينست ذا تيبل، علشان الباتيلا ما حصلهاش انجري، تمام؟ تمام. ونبتدي نروح في ناحيه الفليكشن، نعمل فليكشن للني. طيب هل في alternative position؟ في alternative position هو sitting position، نفس كل حاجة برضو، هنستابلايز البلفس عادي جدا، وهنعمل flexion في الني، تمام؟ وهتبقى بالمنظر ده كده بالظبط زي ما الراجل ده قاعد، تمام؟ طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان الالترناتيف بوزيشن من السيتنج بوزيشن ده بيعمل من 0 ل 100 رينج اوف ني فليكشن بس، لكن بوزيشن من البرون بيعمل من 90 ل 135 ديجري، فطبعا الافكتيف اكتر اللي هو من البرون، تمام؟ طيب الحركة اللي بعدها والموشن اللي بعدها apply stretching exercise to increase knee extension in mid range، تمام؟ هنعمل knee extension، فهنعمل stretch لإيه؟ هنعمل stretch أكيد للknee flexors اللي هم إيه؟ اللي هم الهامسترينج، جراسيلس، سارتوريوس، جاستروكانيميوس، بلانتاريس، والبوبليتيس، هنعمل stretching لكل دول، بمعنى أصح هنروح ناحية الاكستنشن وخلاص، تمام؟ طيب ايه البوزيشن؟ البوزيشن هيبقى برضو برون نيلينج، هاند ستابلايزنج البلفس، والهاند التانية عند الديستال تيبيا، طبعا ما ننساش التاول اللي تحت الباتيلا، تمام؟ وهنبتدي نروح في ناحية الاكستنشن،
تمام، نبتدي ندي فرصة شوية لتحت كده، نروح لحد الاكستنشن شوية بس مش هيوصل للآخر، تمام. طيب لو عايزين نروح للاند رينج هما نفس المسلز، لان كده كده بنعمل ني اكستنشن في اتجاه الني اكستنشن، فكده كده هنسترتش المسلز دي. بس الاند رينج هنوصل له ازاي؟ هنوصل له من خلال البوزيشن ده، بيبقى برون بنعمل استابلايزيشن على الديستال ساي، تمام، وبنبتدي نحرك الديستال تيبيا الابورد، تمام، لحد ما يوصل الاند رينج اوف اكستنشن، تبقى الاكستنشن يبقى زيرو، ما فيش انكلينيشن خالص، تمام. بالنسبة بقى للاكسرسايز اللي بعده، stretching exercise to increase the ankle dorsiflexion. طيب عشان نروح ناحية ال dorsiflexion أو increase the ankle dorsiflexion هنسترتش إيه؟ هنسترتش ال gastrocnemius وال soleus، تمام؟ طيب ال gastrocnemius بتعمل إيه؟ أو يعني إيه الفرق أصلاً ما بين ال gastrocnemius وال soleus؟ هل الاتنين ليهم نفس ال exercise ولا ده مختلف عن ده؟ لا، هما دي ال gastrocnemius مختلفة كتير عن ال soleus. طيب مختلفة في إيه؟ ال gastrocnemius بتعمل اصلا ايه الاكشن بتاعتها، بتعمل بلانتر فليكشن وبتعمل فليكشن في الني، تمام، فانا لازم اعكس كل ده، ماشي، يبقى لازم اعمل دورس فليكشن ويز ني اكستندد، تمام، علشان اعملها ستريتش. طيب بالنسبه للسوليس، لا السوليس بتعمل بلانتر فليكشن بس، فانا هعمل دورس فليكشن ويز ني فليكسد. طب ليه بعمل ني فليكسد؟ علشان ما استريتش مع الجاستروكنيميس، اعمل افصل ما بينهم، افصل ما بين الاثنين، ما بين الجاستروكنيميس وبين السوليس. فلو عايز اعمل ستريتش للجاستروكنيميس بعمل اكستنشن في الني، لكن لو عايز اعمل للسوليس بس بعمل دورس فليكشن مع ني فليكسد. طيب البوزيشن بيبقى ازاي؟ بيبقى بالظبط كده، عامل ستابلايزيشن عند التيبيا وماسك الكالكينيس من هنا، ماشي، والفور ارم ماسكه السول اوف الفوت، وبروح في الاتجاه ده اتجاه الدورس فليكشن، تمام. طيب بالنسبه للسوليس هتبقى نفس الكلام بس الني فليكسد، تمام. الني فليكسد ليه؟ to eliminate the effect of two joint gastrocnemius. كده انا مش بسترتش الجاستروكنيميس، خلاص انا كده ماسك السوليس بس. ونفس الجراسبنج برضو عن الديستال تيبيا وماسك الكالكينيس برضو والفور ارم عند السول اوف ذا فوت وماشي في اتجاه الدورس فليكشن، تمام. طيب ده بالنسبه للدورس فليكشن. بالنسبه للبلانتر فليكشن بقى بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بالمنظر ده، انا ماسك برضو من عند الديستال تيبيا عامل ستابلايزيشن وماسك عند التالوس مثبت، او ماسك التالوس نفسه او الميتاتارسلز، وبوديها في اتجاه البلانتر فليكشن، تمام، عشان تو انكريز البلانتر فليكشن، تمام. طيب ماشي في الاتجاه ده كده بالظبط، ماشي، ده جزء لوحده والدورس فليكشن جزء لوحده. طيب هنا بقى بيقول لي ابلاي ستريتشنج اكسرسايز تو انكريز الانكل انفيرجن اند ايفيرجن. طيب انا ازاي هانكريز الانكل انفيرجن اند ايفيرجن؟ اولا لازم امسك الفوت كده، اولا ماسك التالوس مثبتها تماما، وبالايد التانية ماسك الكالكينيس هو اللي بحركه، بحركه ناحيه الانفيرجن او الايفيرجن على حسب الحركه اللي انا عايز احسنها. طب ايه تاني؟ ستريتشنج اكسرسايز تو انكريز التو فليكشن اند اكستنشن. طبعا في عندنا توز كتير، تمام، عندنا كذا مفصل، تمام، فقال لك انت هتستابلايز البون بروكسيمال، تمام، البروكسيمال بون هتثبتها، وبتبتدي بالايد التانية تحرك الفالنكس اللي انت عايز تحركها في الاتجاه اللي انت عايز تحركه، عايز تزود فليكشن هتعمل هتعمل في اتجاه الفليكشن، عايز تزود اكستنشن فتعمل في اتجاه الاكستنشن، تمام. طيب ده كده السكشن بتاع النهاردة، بس جه في الاخر قال لك stretching specific muscle of ankle and foot، في عضلات معينة في الانكل والفوت هنعمل لها specific تكنيك او specific exercise، ماشي. هو مش مختلف وخالص، بس هو ايه زي ما يقولك زي ما تقول كده بيوضحها لك معناها صح. ايه هما المسلز؟ هما التبيالس anterior والتبيالس posterior والبرونيالز كلهم. طيب تبيالس انتيرير او التبيالس بوستيرير او البرونيال بنحطهم في البوزيشن ده، ستابلايز برضو الديستال ساي، وتمسك الكالكينيوس هو اللي تبتدي تحركه. بس تحركه ازاي بقى؟ قال لك اول حاجه ستابلايز الديستال تيبيا، تمام. تاني حاجه تحركه اوبوزيت ذا لاين اوف بول اوف ذا تندون، يعني ايه؟ يعني تشوف المصل دي بتعمل ايه ومن عكسها تماما. التبيالس انتيرير بتعمل ايه؟ بتعمل دورس فليك، تعمل دورس فليكشن وانفيرت انفيرجن،
تمام. فبالتالي لو انت عايز تسترتشها تروح في انهي اتجاه؟ بلانتر فليكشن وايفيرجن، تمام. طيب بالنسبه للتيبيالس بوستيريور بيعملوا ايه؟ بتعمل بلانتر فليكشن وانفيرجن. فانت كده عندك التيبيالس والتيبيالس كده كده بيعملوا انفيرجن، تمام. يعني اي تيبيالس بتعمل انفيرجن. انتيريور لو هي انتيريور فبتعمل دورسفليكشن، لو بوستيريور بتعمل بلانتر فليكشن. وطبعا ارمي في الاتجاه التاني، بالنسبه للتيبيالس بوستيريور هتعمل هتروح في اتجاه الدورسفليكشن والايفيرجن عشان تعملها ستريتش. اخر حاجه بقى البرونيال، البرونيال قال لك ان هي بتعمل ايفيرشن فقط، ايفيرت الفوت، تمام. فطبعا علشان تعملها ستريتش فانت بتروح في الاتجاه العكس اللي هو الانفيرجن. وكده نبقى خلصنا السكشن. شكرا ليكم ان انتوا استمعتوا لحد دلوقتي، وان شاء الله تحلوا في الامتحان كويس. شكرا.